اما هلا هايدي ننتقل لاولى محطات رحلتنا الصباحيه لليوم مع الحساب الذهني. بنعرف هايدي بالاونه الاخيره قديش عم نسمع عن الحساب الذهني بالمدارس بكثير من المسابقات، قديش فعليا هو بينمي مهارات الطفل وبيطورها، قديش فعليا بينمي مهارات العقليه، بيعطيه ثقه بنفسه كثير كبيره. وفعليا فينا نبلش مع الطفل بالمراحل الاولى من عمره اول ما يبلش يتعلم أكيد. الارقام. واليوم ضمن فقرتنا الاولى نور رح نركز على دور المعلمين والاهالي بتعليم الاطفال بغض النظر عن عمرهم على طرق الحساب الذهني يلي من خلاله نحن قادرين نوصل لنتائج للعمليات الحسابيه بطريقه سريعه ومبتكره. لنحكي اكثر مشاهدينا عن الحساب الذهني وكيف ممكن ياثر على شخصيه الطفل، اكيد رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع مع ضيوفنا اللي صاروا ضمن الاستوديو، الاختصاصيه التربويه ومدربة الحساب الذهني منال ابو الخير، يسعد صباحك. والطفله قمر الحلبي، يسعد صباحك قمر. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. يعني مثل ما قلت ببدايه حديثي، نحن بالاونه الاخيره عم نشوف الحساب الذهني يعني عم يتصدر المشهد بفعليا تطوير مهارات الطفل ان كان الحسابيه والعقليه، وقديش فعليا عم ياثر على شخصيته. خلينا نعرف للناس يعني لكل عم يتابعنا شو هو الحساب الذهني فعليا. الحساب الذهني هو مجموعة عمليات حسابية بيقوم فيها الطفل دون اللجوء إلى الآلة الحاسبة، دون اللجوء إلى الورقة أو القلم. مثل ما تفضلتي، هي مجموعة من القدرات العقلية، بنعمل هي مهارات عقلية مكمونة بداخل الطفل، فنحن بنحاول إنه نظهرها كلها لهي القدرات. تمام. يعني قبل ما ننتقل لأمار خلينا نحكي أكثر عن الموضوع. اليوم بتلاقي كثير من الأشخاص بيخلطوا يمكن بين مفهوم الحساب الذهني وبين الرياضيات والعمليات الحسابية، خلينا نوضح الفرق بيناتهم ونحكي عن الحساب الذهني. أكيد يمكن في له طرق وأسس عديدة، خلينا نتعرف عليها. طبعا له استراتيجيات وقواعد مهمة وأسس. أسس الحساب الذهني، أول ما بيجي لعنا الطفل نحن بنخليه نعطيه الأساس، الأساسيات البسيطة. شو هي الأساسيات؟ خلينا نوضح. بحيث أن الطفل يتقبل الحساب الذهني ويقبل عليه، نحن بنبلش من ذات الطفل، بنبلش من أصابعه، بعدين بننتقل للمحسوس. المحسوس أنه هي ملامسة الخرزات، لملامسة الخرزات بأصابعه للطفل. بعدين بننتقل للتخيل التجريدي للطفل، وهون بنبلش نطالع فيه القدرات، المهارات السمعية والبصرية واللمسية والكتابية. تمام. معك الصبية الجميلة أمار. أول شيء بنعرف قديش عمرك أمار وقديش صار لك عم تتعلمي على الحساب الذهني؟ عمري 11 سنة. بلشت من الحساب الذهني تقريبا من 4-5 سنين لما كان. قد ايه كان عمرك اول مره دربتي؟ 7 سنين. 7 سنين. لقيتي الموضوع سهل؟ انت بالاساس بتحب الرياضيات، وكيف فرق معك الموضوع بعد هي السنوات؟ انا من الاصل انا كثير بحب الرياضيات، بس تعلمت الحساب الذهني حبيتها اكثر لانه هي ساعدتني بشكل كثير كبير، انه بتسهل علي كثير حسابات وارقام. يعني بدل ما احسبهم على ايدي انا من مخيلتي بحسبهم. كثير لقيت سهوله. استاذه منال خلينا نبلش فورا نعطي مثال لقمر. نبلش معك مع الاله الحاسبه مشان نشوف مين اسرع. خلينا نبلش. يا قمر مع اعداد افتراضي نبدا. 1 1 1 1 ناقص 4 4 5 ناقص 9 2 8 3 7 1 9 لا اسرع اسرع من حاسبه 2 50 4 5 ناقص 44 ناقص 44 11 22. برافو. اذا بدنا نعمل يعني لكل الاهالي اللي عم يتابعونا فعليا هلا اساسا بفصل الصيف، يعني بتلاقي الناس كيف بدها تفرغ فعليا طاقه الاطفال وكيف بدها تعبي لهم وقتهم بشيء مفيد. الحساب الذهني قديش فينا نستثمره فعليا بفصل الصيف؟ وشفنا يعني حتى اسرع من الاله الحاسبه قمر قديش بياثر حتى ببناء شخصيتها، يعني بكون عندهم ثقه بالنفس اكبر، بتلاقي الموضوع بالنسبه لهم حتى لمحيطهم مختلف. اكيد اكيد بياثر كثير على شخصية الطفل. بينمي دماغه للطفل، بوقته هو بيكون الدماغ في ذروة نموه وتطوره. الحساب الذهني انت عم تعطيه عمليات حسابية للطفل، فهذا الشيء عم بيحسبه من ذاته، من حاله عم بيحسبه دون لجوء مثل ما قلنا. وارقام كبيرة. وارقام كبيرة.
فهذا الشيء عم يعطيه ثقه بنفسه، عم يرفع معدل الذكاء عند الطفل، التركيز، الانتباه، دقه الملاحظه، هذا الشيء كله بيصب بتحصيل الدراسي للطفل. بالاضافه لتنميه الدماغ بجزئي الايمن والايسر. صحيح. فالجزء اخص الجزء الايمن اللي هو مسؤول عن التخيل والابداع. تمام. قمر، يمكن اليوم بنشوف انه العديد من الاطفال بيلاقوا صعوبه بالحساب الذهني، انت اليوم خبرينا لما بلشتي تتعلمي الحساب الذهني صادفتي شيء صعوبه ام لا خلص فهمتي الطريقه والقواعد من اولتها؟ لا دغري فهمت، لانه كثير سهله، ما بدها شغل يعني غير انه مع التدريب يعني. طبعا. اي طبعا مع التدريب. طب قديش كنتي تتدربي؟ تدربي باليوم بالاسبوع قديش كنت تخصصي وقت للتدريب؟ التدريب من ربع ساعه لنص ساعه، بس انا بحب انه زيد على يوم يوميا نص ساعه. يوميا حلو، نص ساعه لساعه هيك. طيب مع رفقاتك يعني بالمدرسه وبالمحيط لما يشوفوا انه انت فعليا عندك هي المهارات كيف الموضوع بيكون؟ يعني بتلاقيهم هن حابين يتعلموا منك، بتلاقي انت محط انظار الكل، الكل عم يسالوكي، ولا كيف ملاقيك؟ حتى الان بتسالني انه كيف تحسبيهم بسرعه، انه كل حساب انت اسرع من انسه بالحساب. واضح اسرع من الحاسبه حتى. ايه تمام. استاذه منال، خلينا نوضح اكثر، كيف ممكن اليوم نحن نقيم مستوى تطور المهاره عند الطفل؟ بنقيم مستوى مهاره كيف ممكن نلاحظ التقدم عنده؟ من خلال الدقه، يعني هل هو عم بيعطيني اجابات صحيحه ام لا، هل هو عنده الانتباه، في تركيز وفي انتباه، تفاعله مع الجلسه هل هو تفاعله ممتاز او لا. وهون وعندنا السرعه، نحن كثير بنشتغل على شغله السرعه، السرعه كثير ضروريه. واضح. يعني بتكون اول شيء السرعه بنبلش معه بالبطء، بعدين تدريجيا نوصل لسرعه معينه. اول شيء بنعطيه ثلاث ارقام، اول ما يبلش معنا الطفل بنعطيه ثلاث ارقام، ثلاث اعداد بتمرين واحد، بعدين بنزيدهم شوي لنوصل ل 20 تمرين بدقيقه واحده، بالنهايه لنوصل ل 100 تمرين بدقيقه واحده. وهذا طيب. الشيء مع التدريب المتواصل بصير الموضوع يعني بالنسبه له اسهل. بس طبعا. خلينا نحكي معك ست منال، فعليا عم نحكي مع عمر صلاه، عم تقول 5 سنين عم تتدرب طبعا. على الحساب الذهني، وبنعرف انه في مراحل للحساب الذهني مثل ما ذكرتيها، يعني فعليا كان عمره 7 سنين. لكل الناس اللي عم يتابعونا، باي عمر فيني انا بلش مع الطفل؟ نحن بنعرف في فروق فرديه، يعني ممكن طبعا. مهارات قمر تختلف عن مهارات اصدقاء، ممكن طبعا. في فروق عاليه، في فروق متوسطه حسب الطفل. بأي عمر أي أم حابة فعلياً تستثمر هي الطاقة بشيء فعلياً مفيد؟ إذا بدنا نجي للدول الأوروبية أو الدول الأجنبية ببلشوا من 3 سنين. أما الدول العربية هون ببلشوا من 4 سنين، مجرد ما الطفل يعرف الأرقام بالإنجليزي كتابة ومعرفة إنه هذا الرقم من الزيرو للناين، فنحن جاهزين لنبلش معه. وطبعاً هون بيجي التدريب. بلشي مع عمر صغيره من 4 سنين، يعني تقريبا قبل شوي، بعد شوي. كمان هون يعني تقريبا فينا نقول من 4 سنوات ل 12 سنه او 14 سنه. ليش؟ لانه هون العقل بيكون في ذروه نمو وتطوره، فنحن صحيح بالضبط، فنحن هون نستغل هي الفئه العمريه. تمام. طيب خلينا نوضح علاقه المكعب بالحساب الذهني ونعطي كمان تمام. مثال. هلا نحن بنستخدم العاب الذكاء بدروس الحساب الذهني، ونعمل كورسات لمكعبات الروبيك، كلها هي بتصب بتنميه مهارات، يعني هلا هي قادر انه تحل كمان. أكيد. أكيد. ممكن نجرب مثال؟ يلا. مثال هي الرقم اختاريته ولا انت ولا كيف هون العمليه؟ هلا عم تجرب مثال، كيف عم تجرب هيدا المثال؟ هي خربطت المكعب وعم ترجع منحله. اوكي. ضمن خوارزميات معينه بتعلمتها قمر. بتعيروا للمده. اكيد اكيد. هلا هي افترض اقل من دقيقه. بنقول اقل من دقيقه، فعليا هي يعني مهارتها صارت بالمهارات اللي هي من المستويات العليا ولا لا مختلفة؟ وهي مجموعة مكعبات أمار بتدربي عليها. برافو ما شاء الله. برافو عليك. يعني تقريبا أقل من دقيقة أو دقيقة. أيه. فعليا. أيه. تقريبا. طيب خلينا نحكي أكثر عن نعطي مستويات الحساب اليوم، شو في نحكي عن المستويات؟ هلق مستويات الحساب الذهني ببرنامج اللي عم نعطي فيه الار اتش ماس هو 3 مستويات. المستوى الاول هو الجمع
والطرح 4 كتب، المستوى الثاني هو الضرب القسمي 2 كتاب، المستوى الثالث هو الجذور والأعداد العشرية والأعداد السالبة كمان 2 كتاب. في قواعد أساسية فينا نحكي عنها للحساب الذهني؟ القواعد الأساسية هي بتبلش من مثل ما حكينا بنبلش بسهولة المعلومة لدى الطفل، بعدين بلش مع الطفل من 3 أعداد؟ بالطفل من 3 أعداد لأي أرقام بقى بتوصلي للما لا نهاية؟ مثل ما حكينا 100 عدد بتمرين واحد خلال دقيقة واحدة. هذا الشيء بده يخضع له بمسابقات كمان، إذا الطفل حب يشارك بمسابقة رح يعني نحن عم نهيئه لهيك. تمام. طيب عندي سؤال لك اليوم، مين الأشخاص أو الأطفال يلي ما بيقدروا يتعلموا الحساب الذهني؟ اليوم عندنا الأطفال من يلي عندهم صعوبات بالتعلم، هل هنون قادرين فعلا يتعلموا الحساب الذهني؟ عندهم منهاج معين؟ هل هذا المنهاج بيختلف عن المنهاج للأطفال الأسوياء؟ خلينا نوضح الموضوع. هلق الأطفال اللي عندهم صعوبات بالتعلم نحن ممكن نعطيهم المعلومات البسيطة ومنشوف مدى تفاعلهم يعني للأطفال، إذا كان عنده الطفل عنده إذا كان معه يعني عنده تفاعل ضمن الجلسه بنحاول نشتغل على هي المهاره من نميله اياها. قلت لك نحن بنشتغل على مهارات سمعيه بصريه كتابيه، وين الطفل في تجاوب معه بالنسبه لهي الفئه اللي عم تحكي عنها انت صعوبات التعلم، وين في تميز بأي مرحلة من صحيح نشتغل عليها يعني. لأنه أحيانا تلاقي الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم أو فرط نشاط بيمتازوا ببعض القصص أو المهارات بالضبط. واستضفنا سابقا أنه ممكن الحساب الذهني فعليا يفرغ لهم طاقتهم وفعليا يتخطوا مراحل مهمة من خلاله للتعليم. خلينا نحكي عن أمر، قلنا بلشت من عمر 5 سنين صار لها 7 سنين، في مسابقات شاركت أكيد. فيها شو هي هي المسابقات أمر إذا بدها تحكي وشو كانت مرتبتها؟ شاركت ب 2021 بمسابقة عالمية، أخذت الكأس يعني مركز الوطن، وشاركت كمان ب 2022 بمسابقة محلية وأخذت كمان مركز البطل، وشاركت مرة تانية بمسابقة عالمية بس أخذت الميدالية الذهبية. أول واحدة أخذت المركز الأول على كم طال على كم مشترك فينا نقول؟ عالميا هي على مستوى العالم. تمام. منال بنسمع كثير اليوم عن مصطلح الذاكرة الذهنية أو الصورية، خلينا نحكي عنها أكثر. الذاكرة الذهنية أو الصورية الصورية. تمام. نحن بنعطيه مجموعة تمارين للطفل صورية. مجموعة تمارين للطفل مجرد محلها طبعا نحن بنشتغل مثل ما حكينا على شغلة السرعة السرعة والدقة. نحن حتى بألعاب الذكاء بنشتغل على السرعة، يعني جدا السرعة هي دائما نحن عم نشتغل عليها. نعطيه سرعة معينة للطفل يعني بنحاول ما يتخطاها هي السرعة. دائما أنا كمان بركز الطفل إذا كان المنهاج قوي جدا فهذا لا يكفي، إذا كان المدرب قوي جدا هذا لا يكفي، إذا كان الطفل قوي جدا هذا لا يكفي. نحن بنركز على الأهل على التدريب بالبيت، أنت عم تعطيه المعلومة هو عم يروح على البيت، فهو لازم يشتغل بالبيت ويتدرب مثل ما أمر عم تعمل ربع ساعة يعني يوميا. واضح هذا الشيء لأنه هي بنتي لنحصل على النتيجة طبعا تحت الإشراف، وأنا دائما بسمع الأهالي هيك أنه تدريب متواصل تدريب ولو ربع ساعة باليوم فهي كفيلة لنوصل لنتيجة كتير رائعة وحلوة. طب كيف يتم تقييم مستوى الطلاب في الحساب الذهني؟ يعني احنا نعرف انه مثل ما قلتي يعني انتم بتركزوا كل طفل ممكن يكون عنده مهارات حسيه سمعيه بصريه في فروق فرديه يعني بنعرف الحساب الذهني قديش بيطور هي المهارات، يعني في ناس ممكن يكون عندها مهارات اقوى من مهارات الحساب الذهني بيعمل تقويه فيها. التقييم كيف بيتم للطلاب وحسب العمر بيكون موضوع مختلف؟ اكيد اكيد. هلا الطفل بفوت لعنا اول شيء لازم يكون الطفل محب لهذا العلم مو جاي غصب عنه يسجل بدوره، فكمان مثل ما حكينا دعم الاهل كثير منيح انه يكونوا تحت اشراف التدريب بالبيت. نحن المدرب مع الاهل مع الطفل مثلث، بنحاول انه نكون مثلث متكامل يعني ثلاثتنا نشتغل لنوصل لنتيجه رائعه. طب اذا ما في مدرب اليوم يعني عبر الانترنت او السوشيال ميديا او المواقع فيها الام يعني تستعيد مثلا بمواقع معينه فيها هي تدرب الطفل؟ لانه بنعرف ممكن مو كل الاطفال قادرين يكون عندهم مدرب او هن فيهم ياخذون ويجيبون، او ضمن المدرسه ممكن المدارس فيها حساب ذهني، قادره الام اليوم ضمن التطور التكنولوجي عبر الانترنت تتعلم طفلها ولا في صعوبه؟ حسب الام إذا هي حابة تتعلم هذا العلم أو هي المهارة لتقدر تطور من شخصية ابنها أو من شيء اللي عم يتعلمه ابنها ممكن ممكن حسب. تمام. أمر يعني أنت مو بس تعلمتي الحساب الذهني، أنت كمان تميزتي وأبدعتي فيه، خلينا نعطي منك هيك نصيحة لكل الطلاب أو الأطفال يلي حابين أنه يتعلموا الحساب الذهني، شو بتقولي لهم؟
انا بشوف انه الحساب الذهني كثير 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 مفيد وهو تجربه يعني لا تفوت. الحساب الذهني حرفيا بفوز بجائزه افضل تجربه جربتها بحياتي. حلو. كثير فيها استمتاع وكمان بتعزز الثقه بالنفس، انه مثلا انا بدي جاوب على جواب فانا واثقه من هذا الجواب. فكثير انا بشوف انه الحساب الذهني شغله كثير حلوه وفرصه كثير مميزه. ونحن كنا سعيدين وفرصتنا كانت كثير كبيره لانه استضفناكم اليوم. استضفناك يا قمر، اكيد نتمنى لك التوفيق، واكيد تحيه لوالدتك اللي هي فعليا الراعي الاساسي لك، وان شاء الله مثل ما قلتي يعني حصلتي على المرتبه الاولى على مستوى العالم، بنشوفك كمان بمسابقات اخرى كمان حاصله على المرتبه الاولى. شكرا كثير لكم وموفقين. شكرا لكم، نورتوا صباحنا وبالتوفيق لك يا قمر.